النهارده بنتكلم لسه بتقول لنا مباراه صعبه مش هينه. لا طبعا، قول لي صعوبتها بتكمن في ايه غير الاجواء؟ احنا كلنا تعرفنا على اجواء تنزانيا، عرفنا ان فيها حر شديد رطوبه، الملعب الحمد لله طمنا عليه زميلنا شريف شعبان هناك. عايزين نتكلم عن الصعوبه الفنيه التي سيقابلها فريق النادي الاهلي. هو بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بنطمن على لعبتنا وعلى البحثة والحمد لله رب العالمين، يعني من خلال التقارير الجميلة اللي انتم بتقدموها كل الجماهير الأهلاوية اطمنت على الفريق وعلى الأجواء اللي موجودة في نعم. تنزانيا يعني الملعب والرطوبة والجو الحر وأنا شايف إن ده كله إن شاء الله بإذن الله مش هيأثر على نجومنا الكبار اللي هم شرفونا طبعا في كأس العالم للأندية وحصلوا على المركز الثالث. وكمان احنا عندنا بقى باع كبير جدا في افريقيا، خصوصا ان احنا معانا جهاز فني من قلب افريقيا، يعني مستر موسيماني ورجالته موجودين في 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 المدرسه دي في الاجواء دي بشكل كبير. طبعا بيتكلم بلغتهم بالظبط. وقابل تنزانيا يمكن في مشواره اكتر من يمكن من 10 مرات يعني. فدي برضك من ضمن الحاجات اللي بتطمنا احنا كجمهور وكفنيين، ان الاعداد التحليل الاداء، ويمكن هاني اشتغل في الجزئيه دي بشكل كبير، سهلت على الاجهزه الفنيه وسهلت على اللعيبه انك انت بقى عندك مطبخ بشكل كبير بيجيب لك كل الاجواء اللي موجود عليها تنزانيا وسيمبا وادائهم وشكلهم وقوة الهجوم اللي عندهم والضعف اللي موجود عليه الفريق. والإعداد ده سهام يا هاني بصراحة من ضمن المكاسب اللي احنا كسبناها في بطولة العالم للأندية. يعني الإعداد اللي حصل كمان في مصر، اللي احنا وصلنا لجمهورنا، قدرنا نحلل الثلاث فرق اللي كانوا موجودين في كأس العالم للأندية تحليل يعني رائع احنا هنا، وحتى كمان المحللين الجهاز اللي موجودين مع مستر موسيماني. فبقى الدنيا واضحة والدنيا متشافة بشكل كبير، وده احنا بنسميه بلغة التدريب الإعداد الذهني والإعداد النفسي، عشان أجهز الفريق إنه يقابل سيمبا في عقر داره في وسط 30,000 متفرج زي ما هم بيقولوا. فأكيد 15 يا كابتن أو 15 خلاص النهاردة كاف حدد. احنا عندنا الحمد لله المقاومات والدوافع والخبرات والبطولات الحمد لله اللي اتسلحنا بيها. فانا شايف ان الجيل ده بيحفر اسمه في تاريخ الكره المصريه وتاريخ النادي الاهلي زي الاجيال اللي قبل كده، ويمكن كمان ان شاء الله يتفوق في خلال الفتره اللي جايه. هم طبعا عندهم مدرب اشتغل في مصر هنا مع نادي الاسماعيلي، اشتغل مع المريخ السوداني، اشتغل مع البني الاثيوبي، اشتغل كذا محطه من المحطات الافريقيه بالظبط. فطبعا اكيد من ضمن الحاجات اللي هم هتساعدهم لما يبقى مدير فني اشتغل مع الاسماعيلي هنا في الكره المصريه، اكيد قابل النادي الاهلي قبل كده وقدر يحلل النادي الاهلي بشكل كبير. فدي برضك من ضمن الصعوبات اللي هتقابلنا لما يبقى مدير فني عنده رؤيه بهذا الشكل وعنده تحليل عن اداء النادي الاهلي، اكيد هيحترم النادي الاهلي، وده اللي هيقلقنا. الاحترام اللي هتقابله سيمبا في النادي الاهلي ممكن دخلهم في الاجواء بشكل كبير، لكن لو حصل نوع من زي ما هم بيقولوا لازم نكسب النادي الاهلي ولازم نعمل مباراه جيده، فاحنا محتاجين كده، محتاجين ان هم يفتحوا لنا في خطوطهم بالظبط. بنتكلم على الاندفاع من اول بالظبط.